سامع بورقة الاتفاق السياسي؟ بنود ورقة الاتفاق السياسي؟ اي أنا والمشاهد ويمكن هسه الكثيرين يسألون يقول لك شنو بنوده؟ شنو نصوصه؟ على ماذا الاتفاق السياسي؟ بما يتعلق ب بنوده هواي 6-7 أوراق هي، مو مثلا واحد يقدر يقيسها، ولكن الأشياء اللي المهمة اللي الآن تظهر، قضية العفو العام، قضية مادة 140، قضية دعم عن لتبيان ما يسمى بالمغيبين، كثير من القضايا موجودة بصراحة، مو واحدة اثنين. دور رئيس الوزراء غير المفروض تنفيذه؟ يعني دور رئيس الوزراء تنفيذه بالقدر اللي يعني يعطي الفرصة على تنفيذه. إذا قضيت مثلا كركوك وعودة حزب الديمقراطي الكردستاني لهذا المقر، شفت المصيبة اللي صارت، هو رئيس وزراء يريد يطبقه ولكن الوضع ما يتحمله، مو معقول رئيس وزراء يريد يدخل كركوك إلى مأزق، والله شنو خوش يسوي ما يتنفذ كثير من القضايا. أنا وأنت نتفق عليه، كان خطأ استراتيجي لو نفذ اتفاق سياسي. لا هو إنسان وما صار ولا يصير طبعا، هو بس هو قرار وجو البيش مرقه والمقرات يقعدون، لا لحد هسه ما قرروا رادوا يقعدون لو التظاهره ولا ما لا هو صار التظاهره، هو انسحب طبعا، هو اراد حتى الاتفاق الاخير كان ارضاء بانه وفكركم خلينا نتفق بشكل اخر نساعدكم، اعطيناهم 2 تريليون وحتى الاخوه الكل ما كانوا يريدون بصراحه المقر بقدر ما يريدون 700 مليار بالشهر. اي زين ذبوا هذا اراد يحصلون. انا بالنسبه بس هذول يشتغلون سياسه، اي طبعا الكردي يشتغل سياسي، يشتغل سياسي، اي ذبوا له طعم كركوك بس اخوش تصريح شباب نزلوه، اي والله طعم كركوك ضريبته 700 مليار بالشهر. كركوك كانت مصراحه شي يستفيد اصلا السيد مسعود البرزاني من مقر اصلا ما له وجود في منطقه، ما له وجود بس حصل له يعني فد مبلغ، رغم حتى هذا قلقه يعني زين هذا اللي تحصل فوق الدستور جوا الدستور فوق الاتفاق السياسي يعني جوا رتبوه كانه قرض، بس أي هذا القرض؟ اي والله علقنا يعني انا هسه انسان بسيط عادي يطلب له مليون دينار، عامل يطلب مليون دينار من اي مصرف من المصارف، ايش كان ياخذ عليه تعهدات حتى يطول هذا المليون؟ يعني شلون 700 مليون بقرار مجلس الوزراء شيلوا ايدكم، يلا شلنا ايدنا وطيناها قرض، ما هذا القرض شلون يرجع؟ يعني انا يعني بصراحه واضح بانه ترضيه سياسيه وليس، ولكن انا اشك بانه هذا ينفذ كله. قد يكون ال 700 الاولى صور راحت ما راحت ما ادري، بس اتصور راح يكون بها حل اخر. في كل الاحوال هاي مجرد طلب فتح مقر وكان هذا.